بينما هو كذلك كره ما عليه قومه من عبادة الأوثان وشرب الخمور واللهو واللعب، فلم يطق الجلوس معهم والبقاء معهم، فصار يذهب إلى غار حراء، يذهب إلى غار في رأس الجبل المسمى الآن بجبل النور، فصار يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه وينقطع عن الناس، ويأخذ معه الزاد الذي يكفيه ويبقى فيه الأيام يعبد ربه عز وجل منعزلا عن قومه. بينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وحده، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي، فغطه صلى الله عليه وسلم، غطه جبريل غطة شديدة ثم أرسله، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، فغطه الثانية غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال لست بقارئ، ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، ثم نزل من الجبل وذهب إلى زوجته خديجة خائفا يرتجف من روعة الملك وما لاقاه في هذا الغار، يرتجف وقال زملوني، زملوني يعني غطوني، فغطته بالغطاء حتى استراح، ثم قال لقد خشيت على نفسي، ذكر لها ما وقع له، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدم أو المعدوم الذي ليس عنده مال يعني. وذكرت من صفاته الطيبة التي استدلت بها على أن الله لا يهينه أبدا وإنما يكرمه، وهذا من عقلها الحصيف وثباتها رضي الله عنها، وكأن الله يسرها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عضدا له في هذه المواقف مع عمه أبي طالب، وهذا من عناية الله عز وجل.